السلام عليكم. عندما كان الشهيد الزبيري يجلجل بصوته بالعبارة الجمهورية الخالدة، ذلك أن الحق هو حق الشعب، والدولة دولة الشعب، والأموال أموال الشعب، والكرامة كرامة الشعب، كان يدرك أن مضمون أي دولة جمهورية هو مصلحة المجموع الشعبي وليس مصلحة الأقارب. التعيينات السلالية والعائلية في مؤسسات الدولة تلقي بظلالها السوداء على الأمل الشعبي في استعادة دولة المؤسسات التي يقاوم من أجلها أحرار الشعب ويقدمون التضحيات الجسيمة في السهول والجبال. وبحسب المتابعين، فإن الطبقة السياسية في السلطة الشرعية عبرت عن سخريتها من الثورة والدولة التي يحلم بها الشعب. أن تكون دولة مؤسسات لا أفراد، تعيد إلى الأذهان تلك التهاني العائلية في البرامج الإذاعية التي تعود الناس على سماعها. وبحسب قانونيين، معظم قرارات تعيين الأقارب إن لم تكن كلها تأتي بطريقة غير قانونية، ويمكن الطعن بقانونيتها وشرعيتها لدى القضاء الإداري. فالنصوص القانونية واضحة بهذا الشأن، وهي تحدد الشروط التي يجب توفرها في المستويات المختلفة للوظيفة العامة. ولهذا فصدور هذه القرارات يأتي بلا أي مسوغ قانوني، وهو ما يجعل الشرعية مساءلة أمام الدستور والقانون وأمام الشعب. وهنا يتساءل المتابعون، لماذا لا تخضع الوظائف العامة للمنافسة والمفاضلة طبقا لشروط أحكام قانون الخدمة المدنية؟ ولماذا لا تلتزم الشرعية حتى بالشروط الشكلية؟ ولما لا يتم تمكين الشعب من المنافسة طبقا لشروط علمية وقانونية؟ مشاهدينا الكرام، هذا ما سنناقش في حلقة المساء اليمني لهذا اليوم. نذهب بداية لمشاهدة هذا التقرير. في اليمن منذ العهد الجمهوري في الشطر الشمالي، كان تجريف الوظيفة العامة أبرز المآخذ على المسلك المؤسسي للسلطات المتعاقبة، باستثناء فترة الرئيس الشهيد إبراهيم الحمدي التي أسست لمسلك الرجل المناسب في المكان المناسب، وأصبحت الوظيفة العامة والتعيينات متاحة بحسب معيار الكفاءة والتوازن الوطني. منذ ثورة الشباب في 11 من فبراير، تنامى وعي حساس تجاه الوظيفة العامة والتعيينات على أساس المحاصصة التي حولت مؤسسات الدولة إلى حالة فئوية مغلقة، وهو النهج ذاته الذي ثار عليه اليمنيون عندما أطلقوا ثورة شعبية ضد الحكم العائلي وتحويل الدولة إلى ميراث عائلي. تعود إلى الواجهة قضية التعيينات العائلية في مؤسسات الدولة وتمكين الأقارب من مناصب حساسة في جهاز الدولة كشكل من أشكال السطو على الوظيفة العامة والتنافس مع الإنقلابيين في صنعاء الذين يقومون بالتعيينات على أساس سلالي، وهنا تصبح الدولة غنيمة أكثر من كونها خدمة وظيفية. تعيينات الأقارب تعيد للأذهان حقبة الحكم السلالي والعائلي، وتضاعف الوعي الشعبي داخل قوى الثورة والشرعية، وخصوصا في ظل الإعلام الحديث الذي تحول إلى ما يشبه الرقابة الشعبية شديدة الحساسية والتركيز. في زمن موت الدولة ومؤسساتها الرقابية والتشريعية، استيقظت الرقابة الشعبية. صيانة الوظيفة العامة وفق مخرجات الحوار الوطني كانت قد نصت على معيار الكفاءة والتوازن الوطني في المناصب العليا، ومنحت المرأة والشباب حصة بنسبة 20% للشباب و30% للمرأة، وسميت بضمانات مخرجات الحوار الوطني التي وضعت الاستحقاقات الجنوبية بعين الاعتبار بعد التهميش والتجريف السياسي للجنوب في زمن صالح. الرأي العام الشعبي الذي ناهض المسلك العائلي في السلطة وتعيين الأقارب من خلال الإعلام الحديث والمكتوب، حيث شملت هذه الاحتجاجات إطلاق العديد من القوائم ومراقبة القرارات الصادرة وتحويلها إلى ما يشبه الظاهرة الشعبية الإلكترونية التي نددت بالسطو على الوظيفة العامة ومعايير التوصيف والتصنيف. إذن مشاهدينا الكرام، بمناقشة هذه الحلقة سيكون معنا عبر الأقمار الصناعية من تعز المحلل السياسي عبد العزيز المجيدي، وسينضم معه آخرون عبر الهاتف. مساء الخير أستاذ عبد العزيز. مساء النور، أهلا وسهلا. أهلا بك أستاذ عبد العزيز. وبداية، لو بدأنا بقراءة إجمالية لمخاطر هذه التعيينات العائلية على مؤسسات الدولة. باختصار، ما يحدث هو أن هذه الوجوه والقيادات الموجودة الآن في السلطة الشرعية وفي الحكومة تقدم مختصرا بسيرتها الذاتية وبذمتها المالية، وأيضا تقدم أيضا ربما إجابة على سؤال لماذا طال أمد الحرب حتى الآن. عندما نشاهد الشخصيات المنوط بها مسؤولية إدارة زمن ولحظة الحرب
في مواجهة انقلاب وحالة تجريف هائلة أسقطت الدولة وأوصلتنا إلى ما أوصلت إليه، فإننا نشاهد أشخاص يمارسون ذات الممارسات التي انتفض ضدها اليمنيون قبل 2011، ونشاهد امتدادا لنظام علي عبد الله صالح ومنظومته الفاسدة، بل إننا نشاهد ربما ذات الأشخاص الذين كانوا يعملون ضمن هذا الطاقم البائس والفاسد الذي أدى إلى تحويل الوظيفة العامة إلى ملكية خاصة و تابعة لإقطاعيات عائلية وأسرية، وربما إذا اتسعت فتتسع لجماعات حزبية أو فئوية من نوع ما. نحن بصدد لحظة كارثية بكل ما للكلمة من معنى. هؤلاء الناس وهم يتصرفون بهذا الشكل على بمقدرات وبما يفترض أنها جزء من الشكل الدولة الوطنية أيضا والتزاماتها تجاه اليمنيين. نرى أناسا يقولوا لنا بصورة واضحة بأنهم ربما يكونون سلعة رخيصة في مواجهة أي مشتري قد تفرضه أطراف نافذة وربما دول نافذة بشكل أو بآخر، وبالتالي نحن نواجه خطر حقيقي. اليوم هؤلاء الناس يتمادون والكثير من الانتقادات موجهة لهذه الطبقة السياسية منذ وقت مبكر وليس من هذه اللحظة. هؤلاء مصرون ويستمرون في نفس الممارسات الفاسدة، يقولون لنا بكل وضوح وسخرية ربما نحن لا نكترث بكم، نحن لا نسأل لا لا لا, لا, لا نعرف من تكونون أصلا، ولا وربما قالوا في سرهم أيضا من أنتم. السؤال الآن ما الذي يمكن أن نفعله لمواجهة هذه الكارثة الكبرى؟ أعتقد بأن الذي يجري حتى اللحظة مسيء وكارثي بكل ما للكلمة من معنى. نحن نواجه حربا على كل المستويات، هناك ميليشيات مدعومة من قوى إقليمية تحاول الهيمنة على البلد، بنفس الوقت هناك أطمع لقوى إقليمية أخرى تحاول إنفاذ سيطرتها على البلد بطريقة أو أخرى والتلاعب بمكوناته. في نفس الوقت النخبة السياسية منصرفة لترتيب أوضاعها وأوضاع أفرادها وعائلاتها بطريقة مخجلة. يعني ما يحدث أصبح مسيئا لكل يمني. عندما ينصرف مسؤول لتعيين أبنائه وأقربائه ومصاهراته وينشغل بكل ذلك بينما الناس يموتون من الجوع، فهذه كارثة. المسؤول الذي الكارثة الأكبر أستاذ عبد العزيز لا يتعرق جبينه لمجرد أن هناك خبرا بشأن عشرات العائلات التي لا تبات ولا تدري ماذا تأكل، ثم يقوم هو بتعيين أقاربه وأسرته في مناصب يتقاضون عليها عشرات الآلاف من الدولارات. فأعتقد بأن هذا الرجل حالته ميؤوس منها. تمام، أمام هذه الحالة الميؤوس منها أستاذ عبد العزيز، يعني لا يمكن المراهنة عليهم ولا يمكن حتى إصلاحهم. نعم، لكن أستاذ عبد العزيز يعني ما نجده أيضا وما ينسونه أكثر أنه كلما تنامى الفعل الاحتجاجي والرقابة على كل هذه التصرفات نجد أنه يعني فعلا كما وصفت ألا اكتراث، يعني باليوم الواحد يصدر 3 إلى 4 قرارات رغم كثير من الاحتجاجات. طبعا هذا ما يصل للإعلام وما خفي كان أعظم، هناك من يقول بأن هناك قرارات لا تظهر على السطح. سؤالي أستاذ عبد العزيز، يعني هذا الوعي الشعبي المتنامي ضد تعيين الأقارب برأيك هل ممكن أن نودي إلى فعل حراكي يعني مجتمعي ضد هذا السلوك الخطير، وكيف يمكن تنميته؟ الوعي الشعبي مطلوب، وإن لم يتحول إلى تكتلات جماعية وأطر قادرة على أن تنظم هذا الغضب في إطار جماعي منظم يستطيع أن يذهب باتجاهات قادرة على تحريك هذا الذي يحدث الآن والضغط عليه وتغييره، فأعتقد بأنه سيظل عبارة عن تنفيس للغضب، وأحيانا ربما يكون محكوم بحسابات، وربما يكون محكوم أيضا بمكايدات ومزايدات من نوع ما. هناك مشكلة كبيرة تتعلق بكارثية ما يحدث في اليمن بشكل عام. اليوم لم نعد نرى شيئا لما يسمى في لتقوى الله بالمعنى الديني عند الجماعات ذات الجذور الإسلامية، ولا نرى شيئا من آثار ما يسمى بالنقاء والثورة الثوري عند الجماعات اليسارية. الكل متشابهون يتصرفون بنفس الطريقة، ليس لهم موقف مما يحدث. الفساد أصبح سلوك وثقافة أصيلة داخلة في تكوين هؤلاء الناس،
وأصبحوا أيضا جزءا من منظومة ورثتها البلد، دمرت وأفسدت وأوصلت الفساد إلى كل زاوية. اليوم نحن نواجه حالة دمار هائل فيما يتعلق بقيم المجتمع، حالة انهيار شبه تام، أصبح الفساد شيئا كما لو كان عاديا. هناك حالة انهيار على كل على مختلف الصعد، عندما تشاهدين مظاهر الغش الإجباري الذي يقوم به أحيانا الطلاب في المدارس أثناء الاختبارات العامة مثلا من خلال استخدام السلاح، فإنك أمام حالة انهيار. من المفترض أننا لو كان هناك نخبة سوية لا أعلنت حالة الطوارئ، ولا أصبح ما يحدث في البلد مصدر ثورة حقيقية لمواجهة ما يحدث اليوم. البلد يتمزق، هناك مشاكل وانقسامات كبيرة تحدث في البلد. الجنوب ذاهب باتجاه ترتيبات لا يعلم إلا الله إلى أين ستنتهي. الشمال التهمه الحوثي وأصبح جزءا من خارطة نفوذ إيران، وهناك ما يبدو سياسة للتركيز ولترسيم هذا النفوذ. حالة من الانهيار التام على كل المستويات، الوظائف اليوم يتم بيعها وتقديمها بحسب المحسوبيات والقرابات، حتى المنح الخاصة بالجرحى يتم المتاجرة بها وبيعها. نحن أمام حالة انهيار تام للمجتمع، وبالتالي لو كان هناك صحوة بسيطة، صحوة ضمير بسيطة لدى هذه النخب الموجودة الآن، على الأقل نقول الأحزاب السياسية وقياداتها الموجودة التي أيضا هي شريكة فيما يحدث الآن، لا قدمت استقالتها ولا ذهبت بعيدا، وكشكل من أشكال فقط أيضا التعبير عن الخجل وليس أيضا التعبير عن المسؤولية. لكننا أمام حالة من الانهيار التام وانعدام المسؤولية. نحن نشاهد طبقة سياسية أصبحت متبلدة، لديها مناعة ضد الإحساس، وبالتالي أصبحت تمارس ما تمارسه علنا ولا تعبأ بأحد. فكيف سنواجه كل هذه الانهيارات؟ وكيف سنواجه كل هذه التحديات؟ كيف سنعيد ترميم بلدنا الممزق والذي تتقاسمه الآن أشبه بفصائل ومكونات وأطراف؟ كيف سنواجه أطماع الدول المجاورة وغير المجاورة التي تريد أيضا إبقاء البلد ضعيفا وفي حالة اهتراء بما يمكنها من ممارسة الوصاية عليه واستثمار خيراته وموارده ومواقعه الجغرافية؟ نحن في حالة انهيار تام، ينبغي أن يدق بالفعل جرس الخطر في أذهان الجميع وما تبقى من يقظة ربما يمنية. حالة الغليان والغضب التي تعتمل نعم. الآن في الأوساط الشعبية، أعتقد بأنها إن لم تتحول إلى تكتلات ومنظمة وقادرة على الفعل لن تفضي إلى شيء، وستكون نعم. في النهاية حالة تنفيس عن حالة غضب لا أكثر. نعم، اسمح لنا أن ينضم معنا أيضا عبر الهاتف الأستاذ المحامي محمد الهناهي من صنعاء. مساء الخير أستاذ محمد. أستاذ محمد هل تسمعني؟ مساء الخير أستاذ محمد. أسمعكم بوضوح. نعم، هل تسمعني جيدا؟ نعم أسمعكم بوضوح. نعم، مرحبا بك معنا أستاذ محمد. وأود أن أسألك يعني عن وجهة نظر القانون في كل هذه التعيينات العائلية التي يعني تحدث ربما كل يوم. الحقيقة لابد في البداية أن نتحدث أن هناك ما نسميه المشروعية الشرعية والمشروعية. نحن الآن في ظل الظروف الحالية، من المفترض على الحكومة التي تمثل الشرعية أو إذا جاز التعبير، أو أنا أحيانا أطلق عليها حكومة المنفعة، أن تلتزم بالقانون وأن تقدم نموذجا قانونيا يحتذى به، سواء في التعيينات أو في القرارات أو في إدارتها للمناطق التي تقع تحت سيطرتها. ولكن أعتقد كما أشار الضيف الكريم، أمام منظومة تغطية فيها الأشكال ويتفقون جميعا على انتهاك القانون، كافة الأطراف الموجودة في الأرض اليمنية، الكل ينتهك القانون والكل يخالف إجراءات التعيين. التعيينات سواء كانت في وزارة الخارجية، هناك قانون محدد وهو قانون السلك الدبلوماسي رقم 2 لسنة 91،
المفترض أن تتم التعيينات وفقا له. في بقية الوظائف الأخرى هناك قانون الخدمة المدنية رقم 19 أيضا وهو القانون المعني بالتعيين. ولكن بإلقاء نظرة سريعة جدا على هذه التعيينات سنجد أنها تتم كافة خارج القانون. نعم، إذن يعني في معظمها. نعم، من خلال حديثك يعني هناك هذه القرارات لا تستند على أي جدار قانوني، على العكس هي تنتهك انتهاكا واضحا، أليس كذلك؟ سيدتي الكريمة، الأصل الآن في ظل الوضع الموجود أن دولة حكومة الدكتور أحمد عبيد بن داغر تمثل الشرعية، وبالتالي فالشرعية هناك شرعية النص وشرعية القانون، فإذا ما اجتزناه وتم مخالفته فالذي يحدث هو إدارة جماعة، سميها ما شئتي، ولكن لا يمكن أن تكون دولة مشروعية ودولة شرعية. إذن هل يمكن الطعن بقانونية هذه القرارات وشرعيتها لدى القضاء الإداري في الداخل أو في الخارج، يعني ما يتم من تلاعب بالوظائف العامة كما تفضلت؟ من المفترض أن يتم رفع دعاوى إلغاء لهذه القرارات الإدارية المنعدمة لأنها صدرت بالمخالفة للقانون. من يمكنه رفع ذلك؟ بالنسبة لموضوع التعيين مثلا في الخارجية، يمكن أن تقوم بذلك نقابة موظفية الخارجية، وهذه النقابة سبق لها وأن رفعت دعاوى قضائية لإلغاء قرارات سابقة صدرت من حكومات ما قبل هذه الحكومة. نعم، إذن برأيك يعني ماذا عن معايير مخرجات الحوار الوطني والتي نصت على الكفاءة والتوازن الوطني أو الوظيفي؟ هل يعني تعد سيدتي الكريمة؟ نعم سيدتي الكريمة، الأصل أن تتم كافة القرارات والتعيينات. الآن لدينا ما يزيد عن 400 ألف موظف يمني لم تدفع رواتبهم، وإذا بدلا من أن تتجه الحكومة لحل مشكلة الرواتب المتعثرة سواء في المناطق التي تقع تحت سيطرة الحكومة الشرعية أو تقع تحت حكومة صنعاء أو ما نسميه حكومة المجلس السياسي، ولكن الغريب أن الجهاز الإداري للدولة يتم إنهاكه بتعيينات جديدة، وغالبا ما تكون للمقربين سواء المقربين من رئيس الجمهورية عبد الرب منصور هادي أو المقربين من دورة رئيس الوزراء أحمد عبيد بن دغر أو من الأخوة الوزراء، هذا عن حكومة الشرعية. وكذلك يتم بالمقابل أيضا في حكومة المجلس السياسي بذات الآلية وبذات وإن اختلفت أطراف هم مختلفون فعلا، ولكنهم متفقون على انتهاك القانون وعلى زيادة معاناة المواطن اليمني. هذه القرارات تستند إلى أساس مشروعي أو أساس دستوري. الأصل أن كافة الوظائف تخضع للمفاضلة وتخضع للإعلان، هناك آليات واضحة. وفي الحقيقة أنا أستغرب أن تصدر في هذا الوقت قرارات التعيين بالخارجية في الوقت الذي حدد القانون المادة 31 و32 من قانون السلك الدبلوماسي رقم 2 لسنة 91، حددت آليات معينة ومن ضمنها أن يكون عبر اجتيازهم للدراسة في المعهد الدبلوماسي، ومن ثم هذا عند التعيين ابتداء، وأما عند التعيين والترقية فيجب أن يكون من موظفي أو من كادر وزارة الخارجية. لا أدري كيف تصوغ الحكومة ووزراؤها هذه الانتهاكات. نعم، إذن شكرا جزيلا لك المحامي محمد الهناهي، كنت معنا عبر الهاتف من صنعاء. عودة إليك أستاذ عبد العزيز. أستاذ عبد العزيز، يعني القانون واضح في هذه المسألة كما تفضل الأستاذ محمد الهناهي، ولا أظن أن الشرعية يعني يخفى عليها هذا القانون. هل يمكن أن نصف ما يحدث أنه أكل أكبر ما يمكن من الكعكة واقتسام ما يمكن اقتسامه حتى تهدأ الأمور أو يعود حال البلد إلى ما عليه؟ لأنهم يثقون تماما أنها تعيينات غير شرعية، وبالتالي دعني أوظف ابني وأنت توظف زوجتك وذلك يوظف نسيبه حتى يعني نحصل على رواتب من حكومة الرياض. نحن بصدد حالة مشابهة لما كان يحدث قبل 2011 من الآن. الحكومة وأفراد الحكومة والسلطة الشرعية الآن يتبادلون المنافع والخدمات بتعيينات ووظائف، كل يوظف يعين قريبة وبالتالي يحصلون على امتيازات بالعملة الصعبة. اليوم الناس
هؤلاء الناس يتسابقون للحصول على امتيازات تتعلق بطبيعة الرواتب. هذه الرواتب منها ما يدفع من الحكومة اليمنية ومنها ما يدفع من اللجنة الخاصة. وتصوري أن هناك مسؤولين يمنيين يقولون بأنهم يحاولون العمل من أجل إعادة البلد من قبضة ميليشيات هي توالي دولة أخرى، وبنفس الوقت هؤلاء يكافحون ويقاتلون من أجل العمل ضمن طاقم لجنة خاصة هي أصلا عبارة عن جهاز سعودي. وبالتالي نحن كما لو كنا بصدد مشهد مستمر لحالة علي عبد الله صالح الذي كان على رأس قائمة بأكبر شبكة عمالة في التاريخ، ربما موظفة في اللجنة الخاصة السعودية كانت من ضمنها نخبة واسعة من المشايخ والسياسيين والكتاب والصحفيين، بل إن هناك كثيرين كانوا يحاولون بذلوا جهودا كبيرة من أجل الالتحاق بهذه اللجنة، ونحن نشاهد الآن سلوكا مشابها وغير مختلف. وبالتالي الكثير من هذه الشخصيات التي سمعنا منها الكثير من الطنطنات اللفظية عن النضال الوطني وعن النزاهة والشرف وغيره من المسميات منذ السبعينات والثمانينات وما بعدها وحتى الآن، وشاهدنا اختبارا عمليا للكثير من هذه الأسماء وسقطت بشكل مروع وأصبحت جزءا من حالة الفساد. نعم. الموجودة إذن هي امتداد. نعم. إذن اسمح لي أستاذ عبد العزيز، يعني لو سألتك عن نعم، لو عدنا عند مسألة الرقابة الشعبية نتيجة يعني التكنولوجيا والإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي أصبحت يعني تفضح كل هذه التعيينات وتنشرها، برأيك يعني هل قامت بدور فاعل في ظل هذه المرحلة يعني التي يمكن أن نسميها مرحلة الموت السريري للدولة؟ أنت لو تلاحظي بأن الآن لم يعد أحد يعمل في البلد، لا أجهزة الدولة ولا أحزاب سياسية ولا نخب ولا أي وسيلة من الوسائل القادرة على أن توصل أصوات الناس واحتجاجاتهم بقدر ما نشاهد اليوم وسائل التواصل الاجتماعي التي أصبحت منبرا للناس للتعبير عن مشاكلهم وعن تطلعاتهم وعن أيضا تحفظاتهم وملاحظاتهم على ممارسات السلطة وعن غضبهم وسخطهم وانتقاداتهم تجاه هذه السلطة وممارساتها. لكن بالنهاية أيضا هذه الوسائل الاجتماعية إن لم كما قلت تتحول عملية السخط والغضب هذه إلى عمل احتجاجي واسع قادر أن يلامس الواقع بطريقة تتحول في النهاية إلى شكل من أشكال الضغط الحقيقي العملي والاحتجاجي على أرض الواقع، لن تكون مفيدة بالشكل الذي يفترض أن يحصل من هذه من أداء هذه الوسائل. وبالتالي نحن بحاجة الآن بهذه اللحظة تحديدا إلى أن تصبح هذه المنابر أيضا عبارة عن أدوات انتقاد واحتجاج من أعضاء وأفراد وقواعد هذه الأحزاب. أنا أؤمل كثيرا بأن كثير من شباب وقواعد هذه الأحزاب السياسية يمكن أن يحدثوا فرقا كبيرا في المستقبل. هؤلاء يعول عليهم الكثير ليقولوا لا كبيرة في وجه هذه القيادات الحزبية، ولي أيضا ينعشوا الحالة حالة الموت السريري التي بالفعل الآن تعيشها معظم التكوينات البلد ومؤسساته. وبالتالي هؤلاء يراهن عليهم اليوم لعمل الكثير. لم نعد بالفعل أمام مسؤولين وقيادات ربما حتى تخجل ولو بالمستوى الأدنى، بحيث أنها ممكن أن تتوارى وتقول بأن ما يحدث يمكن مراجعته، يمكن أيضا أن تقدم حتى وعودا. هناك صمت مقابر يسود هذا السلطة الشرعية وأيضا هذه الأحزاب. وبالتالي أصبح الأداء والنقد الشعبي في وسائل التواصل الاجتماعي مهم وضروري، لكنه يجب أن ينعكس أيضا على اللافتات والتكوينات السياسية والحزبية بحيث يصبح صوت جماعي داخل هذه التنظيمات حتى يتحول إلى أثر حقيقي على السلطة الشرعية، لأن هذه التكوينات أيضا هي جزء من السلطة الشرعية وهي أيضا ربما شرعنت منذ 2014 وحتى الآن حالة المحاصصة التي أدت إلى التهام الوظيفة العامة، وبالتالي كرست اتضحت الفكرة أستاذ عبد العزيز في فترة علي عبد الله صالح. نعم. وهيمنة العائلات. شكرا شكرا لك أستاذ عبد العزيز المجيدي، المصالح العامة بشكل عام. شكرا جزيلا لك عبد العزيز المجيدي المحلل السياسي، كنت معنا عبر الأقمار الاصطناعية من تعز. مشاهدينا الكرام، نذهب لهذا الفاصل القصير ثم نعود لاستكمال هذه الحلقة.
الشعب، والجمهورية هي جمهورية الشعب، والدولة هي دولة الشعب، والأموال هي أموال الشعب، والعزة والكرامة والحرية كلها ملك للشعب، وليس فوق شعبنا قوة إلا قوة الله. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام. لاستكمال هذه الحلقة سيكون معنا عبر السكايب الصحفي نبيل الأسيدي من جنيف. مساء الخير أستاذ نبيل. النور والعافية. أهلا بك معنا، وبداية حملة اللهم لا حسد، حملة ضد الفساد في الوظيفة العامة، ما هي منطلقاتكم؟ الحملة بدأت طبعا قبل عامين تقريبا، منذ أن بدأت مثل هذه التعيينات العائلية والتي لها صبغة أسرية بحتة، ركزنا فيها على التعيينات التي لها علاقة بالأقارب والتي تنهك الشرعية وتحولها إلى ميليشيات أشبه بميليشيات الانقلاب داخل العاصمة صنعاء. تلك الأسس التي وضعناها في حملة اللهم لا حسد، أن الميليشيات وتقوم بتجريف الدولة وتجريف الوظائف وتدمير مؤسسات الدولة، وتعتبر ميليشيات في نظر المجتمع الدولي وفي نظر الجميع. لكن حينما تقوم الدولة بعمل الميليشيات بتوظيف الأبناء، بتوظيف الأسر، بالكثير من الانتهاكات للوظيفة العامة، هي لا تختلف تماما عن تلك الميليشيات، بل وتجرم أكبر من الميليشيات، لأنها موقعة على الاتفاقيات الدولية، وأنها تمثل القانون والدستور ومختلف الأطر الشرعية، وأمام العالم هي ملزمة بأن تكون نموذجا للدولة. ثورة 11 فبراير قامت على النظام العائلي، وقامت على نظام التوريث، وثار الشعب اليمني من أجل هذه الحقيقة. الآن يجب أن تكون هناك ثورة قادمة من أجل إعادة الأمور إلى نصابها. ما يحصل الآن هو تجريف وتدمير لكل ما تبقى من معاني الدولة لدى الشرعية. للأسف الشديد في البداية كنا نريد، حينما بدأنا الحملة وحينما بدأنا انتقاد بعض الجهات، كنا نرمز نقول ابن مسؤول في وزارة كذا يتم تعيينه في عمل كذا كذا، أما بعدين لكننا وجدنا أن الأمور تتوالى، وأن القبح يزداد، وأن مساحة البشاعة تزداد يوما بعد طيب يعني آخر. نعم أستاذ نبيل، يعني وانتم يعني ما بتبطلوش حسد، خلوهم يترزقوا، انت عارف الوضع وضع حرب، واكيد بتخلص هذه الحرب والكعكة بتخلص، لازم ما ياكلوا ويتنفعوا، يعني كيف تشوف هذه الفكرة؟ طبعا من اين اتت فكرة اللهم لا حسد؟ حينما بدأت ان اكتب عن تعيينات لأسر ومقربين وابناء، اول فكرة واول اتهام تلقيته انك تحسدهم لانهم حصلوا على وظيفة، وان فأنا كنت أريد أن أقول بسخرية أننا لا أحسدكم، لكنكم فاسدين ولا تستحقون إلا الإهانة. هذه هو السبب الرئيسي. للأسف طيلة عامين كان هناك من يتهمني، في يوم أصبحت إصلاحيا وأصبحت ناصريا وأصبحت إشراكيا وأصبحت وعميلا وتستلم رواتب كثير من ومن اللجنة الخاصة ومن الإمارات ومن يحيى محمد عبد الله صالح ومن حميد الأحمر، لكن هؤلاء كلهم فسدة. نعم. حينما تلتصق التهمة أو يصبح نموذجا أو أحدهم يقوم بعمل مزري بتعيين أبنائه، كان ناصريا أو اشتراكيا أو إصلاحيا، فكله منشور عندي. نعم. الآن بدأت الآن الرأي العام ثار، وهناك ثورة من أجل هذه القرارات. صحيح. لكن لو راجعتم هذه الحملة وراجعتم الأسماء وراجعتم، لو وجدتم أن هناك المئات من المسؤولين والوزراء عينوا أبنائهم في غفلة من الشعب.
نعم صحيح. ربما ليس في غفلة أستاذ نبيل، يعني الأمر يصبح مكشوفا وسريع الانكشاف. يعني أنا لا أود أن أذكر أسماء بعينها لأن المسألة والقائمة ستطول ولن تكفينا ربما حلقتين لسرد هذه الأسماء، ولكن نقاط رئيسية. نعم ما أسألك عليه أستاذ نبيل، يعني أنت قلت أنه في بداية الحملة كان هناك مثلا شخص يوظف ابنه، يعني ونعترض، هناك من يوظف صهرة هناك، ولكن تزيد يعني تجد ان القبح يزداد كما وصفت. ما هو تفسيرك لمثل ما يحدث؟ الشعب يضج، الناس يحتجون، ينتقدون، يسخرون ايضا، ومع ذلك في كل يوم نجد تعيينين او ثلاثه وكأن شيئا لم يكن. استاذ مروان دمام، نعم، والثقافات الوحيد الذي لم يعين احد اقاربه مديرا لمكتبه، بينما بقية الوزراء الذين يزيدون عن 30 عينوا أقاربهم وأبنائهم من وأيضا أقاربهم من الدرجة الأولى والثانية، إن لم يكن لديهم أبناء فقد عينوا أزواج بناتهم، بل أن هناك من الأبناء المسؤولين من لديه عمل أكثر من عمل، يستلم ويتقاضى أكثر من مرتب، بالإضافة إلى أن أسرة من الأسر تتقاضى مرتبات تزيد عن 40,000 دولار شهريا، الأب وزير والابن وكيل والأخ سكرتير والثاني موظف، كل هذه الأسماء. نعم يبدو لي أن هناك مشكلة لديك أستاذ نبيل، أنك لا تستطيع سماعي ربما جيدا، لم تسمع سؤالي، اسمح لي فقط بأخذ دقائق مع يعني الأستاذ باسم فضل الشعبي رئيس مركز مسارات للاستراتيجيات والإعلام من عدن عبر الهاتف. مساء الخير أستاذ باسم. أهلا حياك الله. نعم أود أن أسألك أستاذ باسم، كتبت على صفحتك في الفيسبوك أن هناك مصدر رئاسي يقول من يقوم بالتعيينات العائلية والأسرية هذه هو رئيس الحكومة بن دغر، برأيك ما هو دلالة هذا التصريح لمقرب يعني من هادي كما أشرت؟ في الحقيقة يعني أنا بحثت خلال الأيام الماضية بعد تصاعد الحملة الإعلامية على مواقع التواصل الاجتماعي ضد الحكومة اليمنية وبسبب التعيينات العائلية والأسرية التي تفشت بشكل كبير والتي تنذر بمخاطر كبيرة في تحلل الحكومة الشرعية من كونها حكومة وطنية إلى حكومة أسرية وعائلية لا تقوم بمهامها كما ينبغي، وبالتالي يعني تلقيت اليوم تأكيدات من قبل يعني مصادر في الحكومة وفي الرئاسة اليمنية تقول بأن هذه التعيينات تتم بأوامر وتوجيهات وقرارات من رئيس الوزراء أحمد عبيد بن دغر، لا تمر على مكتب الرئاسة ولا على رئيس عبد الرب منصور هادي. لكن أنا طرحت أيضا قضية تعيين بعض السفراء في بعض الوزارات، لا سيما يعني زوجات بعض المسؤولين في الحكومة اليمنية من قبل الرئيس هادي، ولكن هناك من يبرر هذه التعيينات، لكن التركيز الكبير هو يعني التعيينات الكبيرة التي تتم يعني بمعدل يعني قرارين إلى ثلاثة قرارات في الشهر أو في الأسبوع أو في الأسبوعين لشخصيات وقيادات عسكرية وأمنية ومسؤولين في السفارات ومسؤولين في الحكومة الشرعية، يتم تعيين أولادهم وزوجاتهم وبناتهم في مناصب دبلوماسية ومناصب حكومية رفيعة، وبالتالي يتم إحالة ملفاتهم إلى اللجنة الخاصة السعودية التي تقوم بصرف مرتبات بالدولار كما يبدو بالريال السعودي لهؤلاء. أعتقد أن هذه المسألة يتحملها التحالف العربي ويتحملها الحكومة اليمنية ويتحملها الرئيس عبد الرب منصور هادي بدرجة رئيسية. الشعب اليمني يطالب بحكومة وطنية حقيقية، حكومة حرب، حكومة كفاءات، حكومة متجردة. نعم إذن هل برأيك هناك تضارب بين المؤسسة الرئاسية والحكومية في هذا الملف على وجه التحديد؟ لأنه لا يعقل يعني أن يتم مثلا تجريف الوظائف العامة بهذا الشكل إن صح القول بأنه من الحكومة، والجهة الرئاسية يعني تظل متفرجة على ما يحدث وعلى صخب الناس ويعني قلقهم مما يحدث للوظيفة العامة. لا بالعكس، أنا اليوم يعني في حديثي مع أحد المسؤولين في الرئاسة اليمنية حملته المسؤولية الكبيرة جدا وقلت لهم لا ترموا بالحمل الثقيل على ظهر رئيس الوزراء، هو يعني رئيس حكومة الرئيس عبد الرب منصور هادي، هو المسؤول الأول في البلاد، لا ينبغي أن تتم هذه التعيينات بهذه الطريقة
يعني الديونية والرئيس عبد الله منصور هادي ينظر لها يعني او يعني يتعامى عنها. في الحقيقة كلكم تتحملون المسؤولية الكبيرة عما يحدث داخل الحكومة الشرعية وفي أروقة استفارات وسلك الدبلوماسي اليمني الحقيقة الذي تحول إلى يعني سلك يعني عائلي يعني سلالي فقد دوره الحقيقي في الترويج للقضية اليمنية وقضية المقاومة اليمنية منذ وقت مبكر. أنا الحقيقة أقولها بصراحة، طرحت علامة استفهام على وزير الخارجية عبد الملك المخلافي منذ البدايه، وتحدثت مع مصادر في الرئاسه اليمنيه بان المخلافي يسير في طريق لا تخدم يعني السياسه الخارجيه للبلاد، وبالتالي يعني هناك قصور كبير جدا في هذا الجانب. لا تفاجأ مؤخرا بان هذا الوزير يقوم باصدار قرارات يعني لتأيين يعني عائلات واسر واولاد يعني مقربين منه مسؤولين في الشرعية اليمنية، ويتصدر المسألة بتعيين يعني 3 من أولاده أو 4 من أولاده في الشركة الدبلوماسية وأيضا في سكرتارية وزارة الخارجية. حقيقة يعني أمر غريب جدا أن تتم الأمور بهذا الطريقة، والرئيس عبد الرب منصور هادي يعني يتعامل مع الأمور بهذا الشكل وبهذه البساطة، يتحمل الرئيس عبد الرب منصور هادي مسؤولية كبيرة. إذن ما الحل؟ إذن برأيك أستاذ باسم، ما هو الحل أمام هذه الخفة التي تدار بها البلد؟ الحقيقة أنا أرى بأن الحل الحقيقي هو إيقاف الحكومة. الحل الحقيقي لأنه لا ينبغي أن نذهب لمعالجة النتائج التي تصدر داخل الحكومة ونتعامى عن الأسباب الحقيقية التي أنتجت هذه المشكلة. الأسباب الحقيقية التي أنتجت هذه المشكلة هو وجود رئيس حكومة ضعيف، هو أحمد عبيد بن دغف، هو رجل دولة في الحقيقة لكنه ضعيف، لا يستطيع أن يتصدى للقرارات أو للتوجيهات التي تأتيه من قبل نافذين داخل الحكومة الشرعية ومن قبل نافذين وقوى عسكرية وأمنية تطالب بتأيينات لأولادها وزوجاتها وبناتها في الحكومة الشرعية. حقيقة أحمد عبيد بن دغر يعني أعتقد أنه يفترض أن يجري تغييرات وتعديلات حقيقية داخل الحكومة الشرعية تتكلل بتغيير كافة الوزراء الذين قاموا بتعيين أولادهم والذين كانوا سبب في تفشي هذه المشكلة داخل الحكومة اليمنية. ما لم بأنني أطالب الشارع اليمني وأطالب الناشطين اليمنيين على مواقع التواصل الاجتماعي وفي الإعلام أن يشنوا حملة كبيرة جدا لإقالة حكومة بن دغر وتعيين حكومة وطنية حقيقية، يعني حكومة حرب، لأن المعركة ما زالت مستمرة مع الانقلابيين. لدينا معركتان، معركة حرب مع الانقلابيين ومعركة تنمية وترسيخ دعم الاستقرار في المناطق المحررة في المحافظة الجنوبية. في الحقيقة الحكومة لم تقم بواجبها على أكمل وجه، وبالتالي هي تصدر المشاكل بشكل كبير جدا وتعيق عملية التنمية وعملية التحول في البلاد. نعم، إذن شكرا جزيلا لك أستاذ باسم فضل الشعبي رئيس مركز مسارات للاستراتيجيات والإعلام، كنت معنا عبر الهاتف من عدن. عودة إليك أستاذ نبيل. أستاذ نبيل، يعني كنت سألتك، لا أدري إن كنت سمعتني أو لا قبل أن يدخل معنا الأستاذ باسم، حول يعني ما تفسيرك لكل ما يحدث من يعني عدم استجابة لكل المطالب الشعبية؟ يعني كل يوم ربما يزداد رفع الصوت في مسألة التعيينات العائلية، وكل يوم نستمع لكثير من هذه التعيينات وكأن لا حياة لمن تنادي. أولا أحب أن أوضح نقطة رئيسية ومهمة جدا، علينا أن نسمي المسميات بأسمائها وأن نشير إلى المجرمين بأشخاصهم وذواتهم. لا نحمل الآن بن دغر أو المخلافي هذه الكارثة، هذا هو تلاعب واضح بالجريمة التي تحصل. هناك شخصيات من نستطيع أن نسميها بهوامير بحيتان التعيينات والفساد، أولهم جلال هادي وناصر هادي، أبناء الرئيس هادي هم أكثر من يصدروا هذه القرارات. الشخص الآخر هو نائب الرئيس الفريق علي محسن، هو وحاشيته من يصدروا الكثير من القرارات. تليهم أيضا رئيس الوزراء يتحمل جزء من المسؤولية وهو من يصدر بعض القرارات وكثير من القرارات، إضافة إلى مستشاري الرئيس الذين يتوسطون في الكثير من القرارات، على أبرزهم الدكتور رشاد العليمي، مكاوي، صالح عبيد، ممثلي الإصلاح، نصر طه مصطفى، إضافة إلى مكتب الرئيس، مكتب رئاسة الجمهورية على رأسهم عبد الله العليمي، وأيضا المدير المكتب السابق أحمد بن مبارك،
والمكتب ومدير مكتب السابق محمد مارم، هؤلاء يتحملون جزء رئيس، بل وهم من يصدرون ويرسلون التعيينات. إضافة نعم. إذا يعني لو خرجنا من هذه المعادلة، الجميع يقوم بهذه التعيينات، أين هو؟ ربما لا تسمعني أستاذ نبيل. كثير الوزارة المختلفة، وزارة الصحة، وزارة المغتربين، وزارة الدفاع، ووزارة الإعلام، ووزارة يعني الكثير من وزارة المالية، وزارة التعليم العالي، هؤلاء الملاحق كلهم ينسبون إلى تلك الوزارات، وهم من يقومون بترشيحها، وعليهم أن يتحملوا. وزارة الخارجية أيضا تتحمل مسؤولية كبيرة في هذا الجانب، إضافة إلى الشيوخ والنافذين والتجار. وهناك أيضا نقطة مهمة جدا، هناك صراع شمالي جنوبي على التعيينات، أغلب التعيينات هي أيضا وفق المرحلة الحالية. ألو، هل تسمعوني؟ نعم أسمعك الآن، تفضل. تسمعني أنت؟ أسمعك بكل وضوح. هناك صراع أيضا، صراحة علينا أن نطرح الأمور بشفافية وبوضوح. طيب إذا في ظل كل ذلك أستاذ نبيل، يعني منظومة فساد متكاملة، يعني أشرت إلى العديد من الأسماء، ويعني أنا أتساءل ما هو دور الرئيس هادي في كل يعني هذه اللعبة؟ هل يتفرج واضعا رجلا على رجل، أم يواصل يعني نومه، أم ما زال في عند نظرية قصة الهروب الكبير؟ أنا لا أدري، يعني كل هذا الفساد يعني لا يعقل أنه لا يسمع به، أم أن له أيضا يد في كل ذلك؟ إذا أنت تشير إلى جلال وناصر فهو أيضا يعلم بكل ذلك، وهذه يعني كارثة الكوارث صادرة في هذا السياق. لا أنسى أيضا وكيل وزارة الخارجية أوسان العود، الذي يعين بالمئات، وهو الصوت الأعلى داخل الوزارة. الهوامير والفاسدين في الشرعية أفسدوا علينا فرحتنا وثورتنا ب 11 فبراير، وأفسدوا أحلام الشعب. أضيف هناك نقطة قانونية مهمة جدا، ربما لم يتطرق لها الأخ القانوني، وهي أن دولة محمد باسندو أو حكومة الوفاق أصدرت قرارا حينها بعدم توظيف الأبناء والأقارب من الدرجة الأولى والثانية. هذا القرار ما زال ملزما ولم ينفى، وبالتالي هناك محاكم إدارية ستعود الدولة اليوم أو غدا أو بعد غد، ستعود الدولة وسيتم محاكمتهم أمام المحاكم الإدارية، وستلغى هذه القرارات. نعم. يعني أستاذ نبيل، أنا لم أكن أود أن نشير إلى أسماء، ولكن للأسف الشديد وجدنا يعني كمية هائلة من الأسماء هذه إن صحت فهي جريمة قانونية لا محالة. ولكن أود أن أسألك، يعني قلت بأن هناك قرار بعدم تعيين الأبناء من الدرجة الأولى يعني أو الأقارب من الدرجة الأولى، وهذا هو الطبيعي. إذا تم ذلك، يعني بطبيعة الحال نحن نعلم أنهم يستلمون الرواتب من السعودية، هل تقبل السعودية كل هذه التعيينات المهولة؟ أنت تتحدث عن مئات التعيينات، ما يصلنا يوميا 3 إلى 4 تعيينات، وما خفي كان أعظم. هل يعقل أن يقبل بكل هذه الأسماء ويعطى لها رواتب بتلك المبالغ التي نسمع عنها؟ المبررات التي تقدم للسعودية بأننا نحتاجهم، وبأننا في مرحلة، وبأن السفارات فيها الكثير من التابعين للانقلاب، وأن أغلبهم عفاشين ويجب تغييرهم وما إلى ذلك، وبالإضافة إلى أننا إلى أن السعودية أيضا تتعامل مع دولة، تتعامل مع شرعية وتقدم لهم. هناك فساد واضح من الحكومة ومن المملكة العربية السعودية التي تدفع الأموال البالغة والكبيرة. هناك طمع كبير في هذه الأموال. هل تعرفون كم الرواتب التي يستلمها؟ نعم نسمع أرقام مهولة. ونواب الوزراء والوكلاء صحيح. المدير العام يستلم 3000 دولار، السكرتير الخاص يستلم 2000 دولار، هذا أعلى أقل وأدنى درجة. نعم إذا يؤسفني أن الوقت انتهى أستاذ نبيل، وقضية فساد كهذه لن تنتهي لا بحلقة ولا بحلقتين، خاصة وأن الجميع يرفض الظهور بمثل هذه الحلقات. كنت أود أن يكون معنا جانب أو أكثر جانب حكومي، ولكن لن نجد بطبيعة الحال. شكرا لتعاونك أستاذ نبيل أسيدي ولجهودك في هذا المجال، كنت معنا عبر سكايب من جنيف. أشكر لكم أيضا مشاهدينا الكرام لحسن متابعتكم، لنلتقيكم في مساء يمني جديد. كونوا برعاية الله وأمنه.